يلا يا ناس نبدأ. حصتنا النهارده حلوين، تتكلم عن ايه؟ حصتنا بتتكلم عن مقارنة القصور متحدة المقامات. خلاص عرفنا يعني ايه كسر، وعرفنا يعني ايه كسر اعتيادي، وعرفنا يعني ايه كسر فعلي وكسر غير فعلي، وقلنا ان الكسر الفعلي بيبقى فيه البسط اصغر من المقام، لكن الكسر غير الفعلي البسط اكبر من المقام. ازاي بقى اقارن ما بين اي كسرين؟ يعني مثلا باختصار كده، احنا لو جينا قلنا الواحد على خمسة ده بنسميه خمس اكبر ولا الثلاث اخماس؟ طبيعي كده هتقول لي لا يا مس، الخمس الواحد صغير، لكن دول ثلاث اخماس، الثلاث اخماس هي الاكبر. تمام. ولو قلت لك الربعين ولا الثلاث ارباع، هتقول لي لا يا مس، الثلاث ارباع. اذا في حالة يا ولاد ان المقامات تكون شبه بعض، فانا ببص بعيني فوق، الكبير هو الكبير. خلاص. في حالة ان المقامات تبقى شبه بعض، ببص بعيني فوق، الكبير هو الكبير. طيب لو كانت بقى المقامات مش شبه بعض، البسط هو اللي شبه بعض. يعني مثلا يا حلوين، لو جيت قلت لك 2 على 3، وهنا قلت لك 2 على 5، هنا البسط اللي فوق هو اللي شبه بعض، ساعتها هتعمل ايه؟ عينك تبص تحت، ويبقى الرقم الصغير هو صاحب الكسر الكبير. تاني، يبقى لو اللي فوق شبه بعض بنبص، لو اللي تحت شبه بعض بنبص فوق وناخد الكبير هو الكبير وخلاص، لكن لو اللي فوق هو اللي شبه بعض بنبص تحت وناخد العكس، ناخد العكس، الصغير يكون هو الكسر الكبير. يعني مثلا لو جيت قلت لك هنعمل، ركزي يا فاطمة، لو جيت قلت لك يا فاطمة هنا قلت لك 4 على 8، وهنا قلت لك 4 على 10، الأربعة على التمانية أكبر ولا الأربعة على 10؟ بصيتي فوق، ها؟ أربعة لعشرة. لا، عشان ما كنتش مركزة معايا، ركزي يا جميلة. أما تكون الأرقام اللي فوق شبه بعض، ودي العلامة ناحية الرقم الصغير اللي تحت، يبقى الأربعة على التمانية هي الأكبر. لكن أما تكون الأرقام المقامات مش شبه بعض، الثمانية أكبر من عشرة؟ العشرة أكبر من الثمانية. يا فاطمة الكلام ده بنعمله لما يكون، لما أنا مثلا أقول لك 5 على 10 وهنا 4 على 10، أما يا جميلة المقامات هنا وهنا تبقى شبه بعض، الخمسة أكبر فهاخد الـ5 على 10 تكون أكبر، لكن العكس لو اللي فوق هو اللي شبه بعض، لو اللي فوق البسط شبه البسط، البسط مثلا هنا 4 والبسط هنا 4، هنا المقام 5 وهنا المقام 2، لا الاتنين هي الـ4 الاتنين هي الأكبر. زي ما مثلا أقول لك يا فاطمة، لو أنت جبتي شوكولاتاية وقسمتيها قطعتين، ونفس الشوكولاتاية، نفس الشوكولاتاية قسمتيها، قطعة الشوكولاتة قسمتيها لـ5 قطع، هتاخدي يا جميلة، لو انت بقى هتاخدي قطعة من الشوكولاتة دي وهتاخدي قطعة من الشوكولاتة دي، الاتنين القطعة اللي انت اخدتيها من الاتنين اكبر، ولا القطعة اللي انت هتاخديها من الخمسة اكبر؟ لا، القطعة اللي انا هاخدها من الاثنين. بس كده، يبقى الأربعة من الاتنين، الأربعة على الاتنين هتكون أكبر من الـ4 على 5. زي بالظبط قطعة الشوكولاتة لو قسمناها 2، قسمناها 2 هناخد منها قطعة واحدة،
ولو قسمنا نفس الشوكولاتاية لخمس قطع وهناخد منها برضو قطعة واحدة، القطعة اللي خدتها من الاتنين أكبر من القطعة اللي انت أخدتيها من الأربع من الخمسة، فهو ده اللي احنا بنقول تمام. عليه. لو لقيتي المقام شبه المقام يبقى الرقم، تبصي فوق الرقم الكبير هو الكبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا مريوم. أهلا. ولو لقيتي يا جميلة البسط هو اللي شبه البسط اعكسي، الصغير صاحب المقام الصغير هو الكاسر الكبير. تمام؟ ها؟ تعالوا تاني نشوفها تاني. لو أنا يا مريوم جيت قلت لك هنا المقام 8 وهنا المقام 8، بصي بعينك فوق الكبير هو الكبير، لكن لو بصيتي تحت رجلك خدي العكس، زي مثلا هنا، هنا 2 في البسط وهنا 2 في البسط، هنبص تحت رجلينا يبقى مين الكبير؟ الصغير. الصغير هو البسط هو الكسر الكبير، اعكسي. نعم يا مريم. أنا بقول لك السؤال دال، هنحله إزاي؟ السؤال ده هنبص تحت رجلينا لان اللي فوق هما اللي شبه بعض، اما بنبص تحت رجلينا بناخد العكس، الرقم الصغير يبقى هو أصعب. صاحب الكسر الكبير. ماشي، يعني هناخد التلات. هناخد التلاتة. يبقى تاني يا حلوين، لو انا دلوقتي بقارن ما بين كسرين، يا اما البسط يا اما المقام، يا اما البسط زي البسط يا اما المقام زي المقام، لو لقيت البسط زي البسط ببص براسي تحت، اللي فوق طالما اللي فوق شبه بعض ببص تحت واخد العكس، طب لو اللي تحت هما اللي شبه بعض ابص فوق واخد الكبير حسب الكبير. ماشي؟ ماشي، يعني تعالوا عرفت. كده، تعالوا كده نشوف هنعبر بنماذج ازاي ونقارن ازاي. احنا كده كده عرفنا اما يجي لي نموذج اعرف اكتب الكسر بتاعه، صح؟ يعني يا صح. معاذ قول لي يا معاذ، الكسر اللي بيعبر عن النموذج ده كام على كام؟ 3 على 4. 3 على 4. ممتاز. طب والكسر اللي بيعبر عن النموذج ده؟ 2 على 4. 2 على 4. انت دلوقتي معاك المقامات شبه بعض صح؟ صح. هتبص فوق مين الكبير؟ مين الرقم الكبير؟ الاتنين ولا التلاتة؟ الاثنين. الاتنين هي الأكبر من التلاتة؟ لا، الثلاثة. طالما بصيت فوق خد الكبير حسب الكبير، يعني هو كده كده التلاتة أكبر يبقى الكسر ده أكبر، لكن إمتى ناخد العكس لو بصينا تحت؟ يعني يا مثل لو احنا بصينا فوق ناخد الرقم الكبير، ولو بصينا تحت ناخد الرقم الصغير. آه، لو بصينا فوق ناخد الكبير، لو بصينا تحت ناخد الصغير. مس نعم يا جميل. نفتح الكاميرات. افتحي يا روحي. شطورة يا مريوم، يا ريت كمان معاذ وفاطمة. حتى لو أنا مش عايزة أبص فوق وأبص تحت وقدامي نماذج، بص كده، ها التلات أجزاء المظللين هنا مش من الأربعة، مش هما واخدين مساحة أكبر من الجزئين المظللين؟ هما أكبر، لو حطينا المستطيل ده تحت المستطيل ده هنلاقي الأجزاء دي أكتر، يبقى هو التلاتة على الأربعة أكبر. طب نيجي هنا، قوليلي يا فاطمة النموذج الكسر اللي بيعبر عن نعم يا مس. النموذج، قوليلي الكسر اللي بيعبر عن النموذج ده يا جميلة بسرعة. الكسر اللي بيعبر عن النموذج ده أو 2 3 4 5 6 7 8 9. هيبقى مس ده هيبقى مس 4 على 4 على 9. 4 على 9. 1 2 3 4، 4 مظلل، برافو، كله على بعضه 5 6 7 8 9، اكسلنت، 4 على 9.
طب يلا قولي لي هنا، 1 2 3 4 5 من كام؟ برضو من 5 على 5 على 9. المقامات شبه بعض يعني، هبص فوق ها اما الخمسة ابص. هي 5 على 9. يلا شاطرة، برافو عليك، يبقى 5 على 9 الأرض. قولي لي يا مريوم، ايه النموذج اللي بيعبر عن ايه الكسر اللي بيعبر عن النموذج ده؟ 2 على 3. 2 على 3، ممتاز. ها وده 2 على 5. 2 على 5، اكسلنت. هنا البسط هو اللي شبه البسط يعني، هبص تحت اتنين يا على مريوم. ثلاثة اتنين على ايوه ثلاثة هبص تحت يبقى هاخد الصغير، ممتازه. طيب يلا ياه، يلا يا معاذ. تمام يا مس. ها كسر، يلا. تمام، الكسر بتاعها 2 على 7. هنا 2 على 2 4 6 7، صح. ها وهنا وهنا 2 على 5. 2 على 5، ها مين أكبر؟ هبص تحت، اللي تحت هتبقى اللي هي ها 2 على 5 أكبر. ايوه ابص تحت واخد العكس، برافو عليك، كده فهمنا يا حلوين. طيب اما يجي بقى يقول لي ايه، ظلل النماذج برضو واعمل ايه وقارن، هعمل كل اللي انا هعمله، بيقول لي ظلل جزء واحد من 2، ادي جزء من 2، وهنا ظلل جزء واحد من 6، مين الاكبر؟ لا والله ده احنا البسط شبه البسط، ابص تحت واخد العكس، خلاص خلاص كده فهمنا الجزئية بتاعت النماذج بنقارن ازاي. طيب لو ما ايوه عنديش يا مس، نماذج، لو ما عنديش نماذج اقارن ازاي؟ زي ما احنا قلنا، لو بصيت فوق اخد الكبير، ولو بصيت تحت اخد الصغير. طيب انا هنا مين اللي شبه بعض؟ المقام شبه المقام، يبقى هبص فوق هاخد ايه؟ هاخد الكبير. ها هنا هبص فوق اخد مين؟ اخد الكبير، السبعة هي الأكبر. هنا هبص فوق هاخد مين؟ خد الكبير، الأربعة هي الأكبر. هنا هبص تحت، هنا هبص فوق برضه، هنا هبص فوق هاخد مين؟ التلاتة هي الأكبر. كل ما أنا ببص فوق الكبير هو الكبير، لكن لو هبص تحت يبقى العكس، هعكس. يعني مسألة زي دي هبص فين؟ هبص تحت هاخد الصغير، طول ما انا ببص فوق اخد مين؟ اخد الكبير، طول ما انا ببص تحت اخد الصغير، خلاص مفهومة؟ ايوه يا مس، ايه ايوه يا مس. طيب ناخد الترتيب. طيب الاول هخلي كل واحد فيكم يحل معايا سؤال وبعد كده ناخد الترتيب. يلا يا معاذ حل، كيف مين الأكبر؟ نعم، الاكبر 3 على 4. صح، يلا يا ماري حل. قاف نعم يا مس. قاف، فين؟3 على 7. فين 3 على 7 دي؟ بس فين 3 على 7 دي؟ أربعة على 3. هنبص، أيوة هنبص تحت وناخد الصغير يا مريومة، تبقى 4 على 3، تمام. طيب يلا يا فاطمة حلي راء. حاضر يا مس، حل راء. حاضر، 7 على 7 و7 على 6. البسط هما الاتنين مش مختلفين، هما الاتنين زي بعض، بس على المقام.
هيبقى يا مس 7 على 6 الأكبر صح، هيبقى 6. هيبقى 7 على 6. طيب تعالوا لسه بقى، أنا حليتها كلها. شطورة، تعالوا بقى في الترتيب يا حلوين. بنرتب ازاي؟ بيقول لي رتب تصاعد، يعني من أصغر رقم لأكبر رقم. أنا برضو ببص لقيت كل المقامات تحت شبه بعض، يبقى هبتدي آخد من الصغير الأول، أصغرهم أصغر رقم مين؟ همشي عادي خالص، أصغر رقم الواحد يبقى 1 على 9 الأول. ها، الصغير بعد كده 3 على 9، الصغير بعد كده 5 على 9، 5 على 9. الصغير 7، أكبرهم بقى خالص اللي هو 8 على 9. كل ما أنا بصيت تحت لقيت كلهم شبه بعض، باخد ترتيب عادي من فوق، لكن لو بصيت فوق ولقيتهم هما كلهم شبه بعض، يبقى أصغر واحد هو صاحب أكبر رقم. مين الصغير؟ 3 على 12. مش احنا قلنا لو بصينا تحت بناخد العكس؟ طيب احنا عايزين أصغر كسرة عندي 3 على 12، وبعد كده 3 على 8، وبعد كده 3 على 5، الست، وبعد كده 3 على 5، وأكبر كسر فيهم هو 3 على 3. يبقى العكس، أما الأرقام اللي فوق تبقى شبه بعض، ببص تحت والكبير بيبقى هو الصغير والصغير بيبقى هو الكبير. ها، يلا ياه معاذ، الأرقام هنا المقامات شبه بعض ولا لأ؟ شبه بعض. يبقى هاخد بالترتيب عادي خالص، هو عايزني أرتب تصاعدي من أصغر واحد لأكبر واحد. اسمه أول حاجة الاتنين على 10. أه، أنت هتحل هنا؟ طب هنا يا بطل اللي فوق هما اللي شبه بعض، يبقى أول حاجة 2 على 12 مش 2 على 10. في عندك 12 صح؟ صح، وبعدين كمل ترتيب. طيب هو خرج، قولي لي انت. يلا يا مريم كملي. حاضر يا مس. حطينا 2 على 12، 2 على 12، الصغير بعد كده هي معايز دخل 2 على 10، 2 على 10 وبعدين 2 على 7، على 7. 2 على 7، برافو، بعدين 2 على 4، بعدين 2 على 3. 3 هي أكبر واحدة فيهم، 2 على 3. برافو عليك. طيب من الصغير للكبير هنعمل ايه؟ يلا يا معاذ، المقامات كلها شبه بعض، هعمل ايه؟ هبتدي امشي بترتيبي عادي خالص. مين اصغرهم؟ الواحدة على الثانية، 1 على 8، بعدين 2 على 8، 2 على 8، بعدين 3 على 8، تمام. كم ساعة؟ 8. وبعدين 6 على 8، وبعدين 7 على 8، وبعدين 8 على 8. تمام، بعد كده بيقول لي رتب، بس رتب تنازلي، يعني من أكبر كسر عندك لأصغر كسر. طبعا احنا اتفقنا طالما المقامات شبه بعض بنمشي بالترتيب عادي، فأنا هنا عندي أكبر مقام، عندي قصدي كل المقامات شبه بعض، أكبر بسط هو عايز تنازلي، يعني عايزك كبير، أكبر بسط عندي هو 9، فهقول 9 على 10، 8 على 10،
ستة على عشرة، ها أربعة على عشرة، أصغر حاجة 2 على 10. كده أنا رتبت من أكبر كسر لحد ما وصلت لأصغر كسر. نيجي للي بعدها، قولي يا مريم. مريم ماشي يا مس. أكبر كسر في دول إيه يا مريم؟ أكبر كسر في دولة أنهي بقى؟ أه أكبر كسر، أيوة أكبر كسر لا 3 على 11. يا جميلة، أكبر كسر طالما البسط كله شبه بعضه يبقى أكبر كسر صاحب أصغر مقام. 3 على 3. أيوة كده، طالما البسط شبه بعض يبقى أكبر كسر صاحب وبعدين أصغر مقام. 3 على 5. هي بعدين 3 على 6. ستة، بعدين 3 على 8. وبعدين 3 على 11. برافو. يلا يا معاذ اعمل ديل. ده تمام يا مس. المحاولات كلها زي بعض. اسمه هنكتب لا الأول. يا معاذ بلاش ديل، حلي لي جيم، ده سهل، حلي جيم. ماشي، الوسط كله زي بعضه، فهنكتب أول واحدة 2 على 2 على 3، أيوة وبعدها 2 على 5، حلو، وبعدها 2 على 7، وبعدها 2 على 9، وبعدها 2 على 10. صح كده، برافو عليك. بعد كده هنا المقامات كلها شبه بعض، فانا همشي الكبير هو الكبير، اكبر حاجة 7 فهتبقى 7 على 11، بعد كده 5 على 11، بعد كده 4 على 11، 3 على 11، 2 على 11. اخر سؤالين مسائل الكلامية. أما يجي يقول لي جري محمد في سباق الركض 4 على 7 كيلو متر، وجري أحمد 5 على 7، مين فيهم جري مسافة أقل؟ أقل يعني العلامة تروح عند الصغير. فأنا هنا عندي المقامات 7 و7، هنا الأربعة وهنا 5، ها يا ترى مين الأصغر؟ هو عايز الأقل، الأربعة ولا الخمسة؟ الأربعة أكيد أصغر، طالما الأربعة أصغر اللي مشي مسافة 4 على 7 هو اللي مشي المسافة الأقل. مين؟ محمد هو اللي مشي مسافة أقل. يا أولاد 4 على 7 هي الأصغر، أنا عملت العلامة غلط. الأكبر مين؟ 5 على 7، يبقى العلامة تبص على 5 على 7، يبقى مين اللي مشي مسافة أقل؟ الأقل هو 4 على 7، محمد. الأربعة على سبعة هو محمد اللي مشي. تمام؟ تمام. طيب أكلت بس ينفع اللي بعده؟ حل، يلا أكلت منى 4 على 6 قطعة حلوى، وأكلت هدى 4 على 8 قطعة حلوى، فإذا كانت القطعتان بنفس الحجم فمن أكل أكثر؟ هنحط 4 على 8 هنا، وهنحط 4 على 6 هنا، وبعدين هنشوف مين أصغر واحد. 4 على 6. 4 على 6 هو الصغير. خلاص 4 على 8. طب أنا عايزة اللي أكلت أكتر، يعني عايزة الكسر الكبير. مين هدى
هدى هي اكبر. طب انت هتبصي تحت ولا هتبصي فوق؟ لا، منى اللي اكبر. منى منى اللي اكبر، لاني هبص تحت، واحنا اتفقنا اما ببص تحت باخد العكس، باخد الصغير. تمام، يبقى كده منى هي اللي اكلت اكتر، لان الاربعة على ستة اكبر من الاربعة على تمانية. كده خلصنا درس مقارنة القصور، على ما اعتقد ما فيهوش اي مشكلة، سهل جدا صح؟ صفحة 43. لا، صفحة 43 هتحلوها واجب. واجب بعد كده هناخد درس نفس الشكل بس بأشكال، نفس الكسر بس بأشكال مختلفة. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا حلوين، عندي حاجة اسمها القصور المتكافئة، قصور بتبقى شكلها مختلف بس بتساوي بعض. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت قلت لك، دلوقتي معاك نموذج كده، او معاكي قطعة شوكولاتة، القطعة دي متقسمة اربع اجزاء. تمام، جيت انت يا جميلة اكلتي منها جزئين، يبقى انت اكلتي جزئين من الاربعة صح؟ لو نفس قطعة الشوكولاتة، نفس القطع بس قسمناها كده قطعتين بس، قسمناها دي واحدة نفس القطع، أو خليني أقولها لكم العكس الأول عشان تفهموها أكتر. لو قطعة شوكولاتة أهي قسمتها لجزئين، معاذ أكل جزء، جزئين قد بعض طبعا، معاذ أكل جزء ده، ومريم أكلت الجزء ده. طب لو جبت نفس قطعة الشوكولاتة هي والجزئين دول قسمتهم كل جزء جزئين، يعني كده أنا قسمت قطعة الشوكولاتة لأربع أجزاء، برضو معاذ بس أكل المرة دي جزئين ومريم أكلت جزئين، هل كده مريم ومعاذ أكلوا من الشوكولاتة دي أكتر ولا من الشوكولاتة دي أكتر؟ ولا أكلوا زي بعض؟ ده زي زي بعض. أخد، أيوة، الجزء اللي أخده معاذ من الشوكولاتة أما اتقسمت لجزئين، أما كانت متقسمة لجزئين وأكل منهم جزء، هو نفس اللي أخده معاذ اما الشوكولاته اتقسمت لاربع اجزاء واخد منهم اتنين صح؟ هو برضو اخد نص الشوكولاته، اخد النص بس اخده على حتتين، فاهمين قصدي؟ اخد نص الشوكولاته برضو بس ايه، خدها على حتتين، حته وحته، يبقى الاتنين على الاربعه تساوي واحد على الاتنين، تكافئ النص. طيب انا هقول لكم سريعا كده ازاي تجيب قصور متكافئة من غير حائط القصور ولا حاجة، من غير حائط القصور، ده كده اسمه حائط القصور، هفهمه لكم برضه، بس انا عايزاك تعرف ازاي اجيب كسر متكافئ لاي كسر في الدنيا، اعرف اجيب له قصور متكافئة من غير ما يبقى عندي حائط قصور. لو انا معايا مثلا واحد على الاتنين، كسر واحد على الاتنين ده لو عايز اجيب له كسر مكافئ ليه، اضرب البسط والمقام في اتنين، لو ضربت في الواحد في اتنين هيديك اتنين، وضربت الاتنين في اتنين هتديك اربعة، يبقى ده يكافئ ده. بس خلي بالك الرقم اللي تضرب فيه فوق لازم تضرب فيه تحت، هو نفس الرقم. يعني مثلا خد النص ده واضربه في تلاتة فوق وتحت، تعالى نضرب الواحد في تلاتة هيديني تلاتة، وهنضرب اتنين في تلاتة بستة، ده يكافئ ده، يكافئ ده، ولو قعدت تضرب في أربعة فوق وتحت وفي خمسة فوق وتحت هيديلك عدد لا نهائي من القصور المتكافئة، فاهمين؟
يبقى انا عشان اجيب كسر متكافئ لاي كسر في الدنيا اضرب البسط والمقام في اي رقم. مثلا انا عايزه اجيب كسر مكافئ للاتنين على التلاته، اضرب فوق وتحت، اضرب الاتنين فوق في اتنين والتلاتة فوق والتلاتة تحت في اتنين برضو، يعني اضرب الكسر كله على بعض في اتنين فوق وتحت، هتضرب في اتنين، اتنين في اتنين باربعة، وهتضرب في التلاتة في اتنين هتديك ستة. يبقى الكسر المكافئ للاتنين على التلاتة هو ايه؟ اربعة على ستة. اقدر يا مس اجيب كسر كمان؟ تقدر يا حبيبي، خد الكسر الاصلي اللي هو اتنين على تلاتة، ضربته مرة هنا في اتنين، طب اضربه كده في تلاتة فوق وتحت، اتنين في تلاتة هيديني ستة، ولو ضربت تلاتة في تلاتة هيديني تسعة. ها، فهيدي لك ستة على التسعة، ده مكافئ. طب اضرب كده في اربعة فوق وتحت، الاتنين في اربعة بتمانية، والتلاتة في اربعة باتناشر، كل دي قصور مكافئة. يبقى انا علشان اجيب كسر مكافئ لاي كسر بعمل ايه يا حلوين؟ بضرب في اي رقم فوق وتحت. طب يا مس احنا عايزين بقى نفهم حائط القصور. حائط القصور زي قطعة الشوكولاتة اللي انا قلت لك عليها بالظبط، ادي القطعة كاملة اللي هي الواحد الصحيح، لو قسمتها نصين ادي ده نص وده نص، عايزين نعرف النص ده يكافئ مين في الجدول بتاع حائط القصور. امشي مع الخط بتاع النص، امشي مع الخط، الخط ده جه عند التلاتة؟ لا، جه عند مين قصاده بالظبط؟ الأربعة، صح؟ أخد كام ربع؟ ربعين، يعني هيساوي ربعين، يعني اتنين على الأربعة، يبقى النص أما نزلت بيه لتحت لقيته واصل عند الربعين. طب كمل كمل كده، جه عند الخمسة؟ لا يا مس، أهو واصل فين؟ أهو النص، نفس الخط بتاع النص أهو، أهو وصل هنا. أخد كام سدس؟ أخد كام سدس؟ أخد 3 أسداس. أخد النص 3 أسداس، فاكرين أما ضربنا في 3 فوق وتحت ادانا 3 على الستة. انزل وكمل هتلاقي اخد كام تمن؟ اخد 4 اتنين، ادي تمن وتمن وتمن وتمن، نفس الخط نازل بيه اهو. اخد كام عشر؟ 1 2 3 4 5 اعشار، ده مكافئ. طب تعالى كده، لو قالك انا عايز المكافئ للواحد على التلاتة، هنمسك الواحد على التلاتة دي اهي وننزل بيها، الخط بتاعها جه فين؟ ما جاش يا مس عند الأربعة، ولا جه عند الخمسة، ولا جه عند الستة، لا جه عند الستة أهو، نفس الخط أهو نزلت بيه. فيها كام على الستة؟ فيها سدسين، يعني اتنين على الستة. طب أنزل وأكمل هلاقيها فيها بنفس، على نفس الخط، على نفس الخط هتلاقيه وصل لحد مين؟ أهو التلت، وصل للسدسين. أكمل هكمل هكمل ألاقيه وصل ل4 أعشار، 4 على 12، 4 على 12. وخلي بالك أنت أصلا لو خدت التلت وضربته في 2 فوق وتحت هتلاقيه اداك 2 على 6، 1 في 2 ب2، لحظة يا ولية هفتح لكم كتاب تاني. ظاهر كده؟
ولا لسه؟